الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآن الاستقامة لها هدف كبير جداً، هدف دعوي. نحن تكلمنا عن أن الإسلام كله مضغوط بكلمة واحدة، ثم استقامة اللسان، ثم بديل الجمع الاستقامة، والآن أحد نتائج الاستقامة أنك إذا استقمت يستقم بك. الأمين وهو صامت يعلم الناس الأمانة، الصادق وهو صامت يعلم الناس الصدق، العفيف وهو صامت يعلم الناس العفة. استقيموا يستقم بكم. بيقول طبيب جراح جاءته هدية من إنسان غير مسلم أو مسلم عاصي، الأصح مسلم عاصي، زجاجة خمر. قال له هذه لا أقبلها. قال له قدمها هدية. قال له لا أقبلها ولا أقدمها هدية. يقول هذا المهدي والله بعد حين أحد أسباب توبتي عن الخمر رفض هذا الطبيب قبول هذه الهدية. استقيموا يستقم بكم. صلي بالبيت، ابنك بيصلي. اعتذر من زوجتك إذا في خطأ منك، بتعلم ابنك الاعتذار، ما في مانع. مثلاً في خطأ تكلمت به، قل أنا تكلمت خطأً أرجو المعذرة. أنت وأنت مستقيم على أمر الله تعلم الاستقامة. استقيموا يستقم بكم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. الاستقامة تبدأ من القلب. إن الله لا يغير ما بقوم، شوف، حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأمر يبدأ من القلب. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. إذا استقام قلبه يستقيم لسانه، وإذا استقام لسانه ابتعد عن مئات المعاصي التي يسببها اللسان. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عد عشرات بل بضع عشرات من المعاصي ترتكب عن طريق اللسان.